مساء الخير، رجل بريك مرة ثالثة يحييكم ويشد على أيديكم. أخي التو ما فقت ولا لكم التو ما حسيتوا بالخطر، التو ما فقتوا بروحكم. هنا نتوجه للأحزاب اللي تسمى روحها سياسية ومدنية، والاتحاد العام طلبة تونس، والاتحاد العام التونسي للشغل، وكل المنظمات اللي تسمى روحها وطنية وديمقراطية وغيره. هو بدأوا زادمين على البيشولي على المحلات متاع اللي يبيعوا فيها الشراب والملاهي الليلية وغيره. اي يبدأوا بهذه الغدوة، شو يقولوا غدوة التلفزة ما تفرجوش في هذا، هذه لا هذه حرام، مسلها يدها، باسها، لا ظهرت ركبتها، الفيلم هذا لا 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 هذا يعتدي على حرمة، هذا درا شنو، اتفقوا على روحكم شنو الكليبة ولا شنو، شو الحكاية بتاع بابا هذه يا ديني. راهو بشوية بشوية، خذ وطالب، خذ وطالب، ياخذوا وزيدوا، كل ما انتم تسكتوا ما يدي ياخذوا، انتم تسكتوا تسكتوا هما يزيدوا ياخذوا وزيدوا يفرضوا. يا ولدي من تو تفيقوا على رواحكم، وجيتكم بجناب ربي يا توانسة اللي تشدوه ماك الكلاب نتاع الاحزاب نتاع تونس، يا يسترجلوا يا تفشخوهم، سورتو اللي صوتوا لهم، اللي صوتوا لهم بن جعفر توس توس توس. توا الناس اللي باري قال لك مشاو قدام نتاع النهضة ولا شنو، يحبوا على علوش، شنو ينعم بول علوش اللي جاي من الحرام وجاي من فلوس قطر وجاي من فلوس دم ولاد فلسطين ولاد لبنان ولاد سوريا اللي قاعدين يذبحوا، ولاد ليبيا قاعدين يغتصبوا فيهم ويقتلوا فيهم. شالفضح وشالعار هذا. انا بالحرام ركيبي بردت، نشوف فيكم هكا ساكتين كل ولاية، سامحوني على كلمة ولاية، كل معيز رام قاعدين يهزوا فيكم للمزرعة والمذبحة. بشوية بشوية قوموا تحركوا، قوموا تحركوا واخرجوا دافعوا على رواحكم. وانتم يا حزاب يا سخط يا بلط يا اللي ما تحشموش يا ما تجعروش قاعدين تتفاوضوا تحت التوال، فماش فما حقيبة وزارية تو يعملوكم كيما عملوا في برشا بلدان اسلاميه من الاولى معاك وبعد يذبحك، ما تعرفوش التاريخ؟ سبحان الله. ايوه السلام عليكم.